طيب الله أوقاتكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج المشهد الانتخابي. حزب التحالف الديمقراطي أحد الأحزاب السياسية الوليدة بالمقارنة مع تجربة أحزاب عتيقة في المعارضة والموالاة، يخوض اليوم غمار تشريعات فاتح سبتمبر المقبل من خلال مجموعة من اللوائح رشحها الحزب في عدد من الدوائر الانتخابية. رئيس حزب التحالف الديمقراطي الدكتور يعقوب لمين، والذي شارك في الحوار السياسي الأخير ضمن ما اصطلح عليه حينها بأحزاب المعارضة، دعا في وقت لاحق إلى اتخاذ كل الإجراءات الدستورية من أجل تمرير نتائج الحوار السياسي الشامل المنظم في شهر سبتمبر وأكتوبر 2016. واستغرب رئيس الحزب حينها رفض الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور 20 من يوليو 1991، مرضفا أن الغريب أنه يتم رفضه من طرف هيئة تجاوزت فترتها القانونية وبهذا الشكل الغريب حسب تعبيره حينها أو كما نقل عنه. اليوم يطلق الحزب حملته الانتخابية والدعائية ضمن أكثر من 98 حزبا سياسيا رشحت لوائحها ضمن البلديات والجهويات والتشريعات القادمة فاتح سبتمبر. ما هي حظوظ التحالف الديمقراطي في ولوج المقاعد الجهوية والبلدية والنيابية وهو يشارك في الانتخابات لأول مرة في تاريخه؟ كيف يمكنه أو أمكنه على الأحرى إقناع الناخب؟ وما هو الجديد في خطاب الحزب مقارنة مع خطابات الأحزاب السياسية التقليدية؟ ما هو موقف الحزب من المأمورية الثالثة إذا أسفرت النتائج النيابية عن أغلبية في البرلمان القادم لصالح الحزب الحاكم؟ وهو ما يقول مراقبون بأنه ربما يكون بداية لتغيير مواد الدستور المتعلقة بالمأموريات. هل حقا تم شراء حزب التحالف الديمقراطي في صفوف حيث صار في صفوف الأغلبية؟ وما طبيعة العلاقة بين الحزب وقطب أحزاب الأغلبية من جهة، وطبيعة العلاقة بين رئيس الحزب ورئيس الجمهورية محمد عبد العزيز؟ ما تقييم الحزب للقانون الانتخابي الجديد المتعلق بحل الأحزاب السياسية؟ هل يحقق الحزب نسبة 1% من مجموع الأصوات المعبر عنها كي لا يجد نفسه خارج الحلبة؟ ما هي حلول الحزب المقترحة لمشاكل التعليم والصحة والتأمين الصحي للجميع؟ أسئلة من بين أخرى أطرحها هذا المساء على ضيف حلقة المشهد الانتخابي الدكتور يعقوب لمين، رئيس حزب التحالف الديمقراطي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. شكرا بداية على قبول الدعوة. شكرا سيدي الرئيس. بداية عشوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. سأفتح سؤالكم. احنا قلنا حزب التحالف الوطني الديمقراطي. التحالف الوطني. التحالف الديمقراطي. صحيح. حزب آخر قال التحالف الديمقراطي موجود. وبالتالي هذا قال حزب التحالف الوطني الديمقراطي. لأن هذا فيه اعتداء لمادة أخرى. قال التحالف الديمقراطي. من الأحزاب اللي مشاركة في الانتخابات. حزب التحالف الوطني الديمقراطي. اختصارا AND بالفرنسية. AND. شكرا جزيلا سيدي الرئيس على قبول الدعوة. نعتذر على خطأ شائع كيف ينصحه. شكرا جزيلا على التنبيه. عموما سيد الرئيس، بداية لديكم تجربة سياسية مع حزب التحالف الوطني الديمقراطي الوليد كما يصفه البعض، مقارنة على الأحرى على الأقل ببعض الأحزاب السياسية في المعارضة والموالاة. شاركتم في الحوار الوطني الشامل الأخير، اليوم تدخلون غمار الممارسة السياسية الفعلية. بداية انطباعاتكم عن الحملة الانتخابية، وانطباعاتكم عن يعني أو تفاؤلكم استشرافكم لتجربة الانتخابات التي تخوضون لأول مرة. الحقيقة هاي الانتخابات جات فيها البرلمان وفيها مجالس البلدية وفيها مجالس جهوية، وعادة بإعادة ترتيب الأوراق السياسية وتشكيل الساحة السياسية من جديد. نحن حزب وليد من الأحزاب الأخيرة اللي خلقت، عندنا مشروع سياسي متكامل، عندنا خط سياسي وسطي بين الأطراف السياسية، اختلافات تتقارب
وتتفاهم، لأن بالنسبة لي الثنائية اللي أخلت بالتعامل السياسي في البلد اختيار تخف الحدة، لأن أهداف نبيلة للجميع من أجل بناء موريتانيا. وفي رأينا أن هذه الأهداف اللي نبيلة للناس تامة تختلف الأفكار، أنهم تخفف الحدة ياك تساعد بناء الوطن. هذا من الأسباب اللي جوهرية اللي وراء إنشاء الحزب. القضية الثانية أن والله الحمد تجاوب معنا قدر من 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 من, من المواطنين الموريتانيين، قدر من السياسيين اللي عندهم تجارب سياسية بالماضي وشاركوا في الانتخابات، بحيث أنه حسب لهابا حسب سن حموا الحزب الرابع فطروح اللوائح في موريتانيا على مستوى البلديات وعلى مستوى النيابيات. عندنا حوالي ما يزيد 130 مكان طرحنا فيه أكثر من 100، طرحنا في البلديات قرابة 100، في النواب بنسبة 48 لائحة النواب طرحنا أهلين، والمجالس الجهوية دخلنا في عملية تشاركية مع أحزاب كتلة القوى اللي يقودها الرئيس مسعود الخير، نحن حزب أبيبي وحزب الرباط حزب قوس قزح ونحن لوائح انتخابيه مشتركه بالنسبه للمجالس الجهويه. وبالنسبه للوائح على مستوى البلد عندنا نموذج شراكه، لان عندنا قراءه سياسيه تختلف عن البعض. بالنسبه ان الساعه تستدعى هيئه الناخبين ما في معارضه ولا في اغلبيه، التشكيل السياسي اللي يتخرج من هو معارض من هو اغلبيه، وبالتالي يدنا كانت مبدوده الاطراف تامه. عندنا لوائح مشتركه في التشكشب مثلا بالنسبه للنيابيات، ترشحنا نحن وحزب الفضيلة لائحة مشتركة، فلاك عمدة ترشحنا مع الرفاه، وباركول اشترك مع الرفاه، وصانقرافة على لائحة مشتركة مع التحالف الشعبي التقدمي. وليدنا كانت ممدودة جميع الأحزاب، ما فهم أي حزب عندنا محظور، ولا فهم نختار نتشارك مع الناس تامة إياك ندخل في العملية الانتخابية بصدر رحب، نتقارب مع الناس تامة. وهدفنا الأهداف الكبرى ومشروعنا السياسي أن الناس تتقارب، ثم الأفكار اللي تختلف أفكار اللي تتقارب في أسباب الأمور حسب رأيي. رئيس، ما هي حظوظ التحالف الوطني الديمقراطي اليوم وهو يخوض التجربة السياسية ممارسة لأول مرة في تاريخه، في خضم هذا التنافس 98 حزب سياسي تطرح لوائح، أنتم كان ترتيبكم الحزب الرابع من حيث اللوائح في موريتانيا على ما أعتقد، يعني في البلديات والشهويات والنيابات، يعني كيف تستشرفون قراءة لحظوظكم؟ تشاركون لأول مرة، تجازفون، تدخلون غمار حملة سياسية، وعلى ضوء أيضا قانون انتخابي يصف البعض بأنه صعب. عشان يصرح أولا بعد قاعد هنا ليصرح لك قضية تفهم. نحن مشترك في توقعاتي، ودائما تكون التوقعات صعبة. يعني قبل سنة جيتكم هون في الاستوديو وقلت لكم الناس ولا يشارك في الانتخابات، اللي يشارك في الحوار وصاغ القوانين لا يشارك، واللي يتخلف عن الحوار لا يشارك. وعقبت شات النتائج واضحة، الناس ما في أي حزب قاطع في مرتين، وكان متوقع، كانت استراتيجيات تختلف. توقعاتي إن من الأحزاب الخمسة الأوائل في مرتين يكون حزب التحالف الوطني الديمقراطي، لأنه ضم ياسر بالقوة السياسية، هو حزب وليد، ولكن الأشخاص اللي فيه عندهم تجارب مريرة في السياسة وعندهم تاريخ في السياسة، وفي ياسر من القوة الشابة اللي ترى في الوسطية إنها 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 منهج أحسن للبلد. وفي توقعاتي إن سنكون بكل توقعاتي العلمية الرياضية ما تواتيكم إن يعود من الخمسة الأوائل في موريتانيا. كيف يمكن يعني بالنسبة للقانون الانتخابي نعرض لكم شوي نختار صح لك معلومة قانونية. حوار 2011 اللي نحن نكسع المعارضة اللي قاطعت عدل القانون، ان اي حزب قاطع مرتين ولا قاطع اقتراعين متتاليين قاطع في واحد منهم وشارك في واحد منهم ولا قاطع من سنتين في اقل من 1% يتم حل. أضافوا له في الحوار الجديد الشامل الأخير إن حد نجح من الأحزاب يقول عنده خيار في الحزب اللي يبقي يجلس بدون ما يغير مكانته البرلماني. كنت مع حزب الإجبار زعيم المعارضة، يعني أضافوا له نواب ما تغيرش، لأن زعيم المعارضة يكون كتل أكثر نواب في المعارضة، قال ما هو الناس اللي انضمت له نتيجة ما عنده أحزاب. والله الأغلبية
الحزب اللي اكثر نواب مراعاه ذيك التوازن، الاحزاب اللي تفقد النواب اللي يفقدوا احزابهم تخرج عندهم الخيار بيختار الحزب. يعني الا ترى كما البعض او على الاحرى بعض الاحزاب السياسيه التي ليست ربما لديها قاعده جماهيريه وليس لديها تمثيل، يقول لك البعض بان الممارسه السياسيه فكره، الحزب فكره، السياسه طرح، يعني ليس بالضرورة أن يجد حزب سياسي مثلا نسبة 1% من الأصوات معبر عنها في بعض الدوائر الانتخابية ويتم إقصاء هذا الحزب على يعني أساس ربما ظالم. يقول هو الانتخابات بتكلفة المالية بتكلفة مالية باهظة، والتعاطي السياسي تعاطي مع أفكار وآراء. يقال اللي في البلد الناس في الفاضل أقربوا التنميع انتشرهم، نحن فينا 104 حزب، فينا 1600 منظمة اجتماعية، 6000 تعاونية، هذا فيه قدر من عدم الجدية. هي تطرح ضوابط، أنا من الناس اللي تطرح ضوابط قانونية اللي تحد من إعطاء تراخيص الأحزاب، كانت تطرح ضوابط قانونية، وطرح من ضوابط قانونية تساعد. هذه الفكرة جاءت قبلي وين كنت، فكرة صعبة اللي تحد من هذا التشرذم والتميع اللي موجود في الطبقة السياسية. سيد رئيس عندك ديمقراطيات عريقة فيها حزبين أو ثلاثة، سيد رئيس فيها حزاب ياسر، دعنا مشكلة الورقة اللي تصوت فيها الناس 98 حزب مشاركين في الإحلال الوطني ورقة واحدة. سيد رئيس ألم تطرحوا على اللجنة المستقلة للانتخابات وأنتم حزب سياسي وهذا من حقكم يعني مثلا أن تمدد فترة الحملة الانتخابية، لأن المواطن اليوم والناخب أمام خيارات صعبة، هناك اقتراع، هناك 5 صناديق، هناك عشرات الشعارات، يعني خيارات صعبة جدا، وهل أدركتم فعلا هذا التحدي بالنسبة للناخب؟ اللجنة ما من صلاحيات تتمدد ولا تقلص، المشرع عدل قانون ديواني للانتخابات للحملة عندها فترة 7 أيام، ما قد حد تزيد ينقصها، اللجنة ما قد تزيد ولا تنقصها، وتروح اللوائح عندها فترة، فهم حالات قاهرة تخرج تعد الصياغة، ما فهم أي حالة قاهرة في وقت الحل. أولا يعتبر هذا التحدي تحدي للجنة الناخب المتحدث الناخب أمام اقتراع مجالس جهوية لأول مرة، أمام لوائح، أمام شعارات متعددة ومتداخلة أحيانا. هذا هو دور الأحزاب السياسية، أن تصرح الناخبين هم مناضلين منهم يشارك في الانتخابات، أن أصواتهم ما ميات تخسر ميات تعود صالحة، هذا هو العمل، عمل الأحزاب، هدف الأحزاب السياسية تصرح برنامج السياسي والناس اللي بتعاطفوا معها تصرح لها طريقة التصويت. سيد الرئيس على ما تعولون في فاتح سبتمبر يوم الاقتراع، على ما تعولون في أصوات الناخبين، خصوصا أن الحزب يقول لك البعض لم يحمل خطابا جديدا؟ صوري قاعد الخطاب عند خطاب سياسي وعنده مشروع سياسي. أنا بقول لك من مثير بعجالة، احنا بلد نرى من مشاكل جوهرية مشكلة التعليم، يعني نسبة التمدرس ونسبة المعلمين في الداخل ما يبقى، ودائما يقشت المدن الكبيرة. وفي الحزب طرحنا فكرة اللي قالوا أكاديميات التعليم، معنا كل ولاية عندها أكاديمية التعليم وتتماشى مع المجالس الجوهرية، لكن المعلم والأستاذ في الابتدائية وفي الثانوية وفي الإعدادية وفي الروضة وفي الجامعة وفي المحاضرة وفي التكوين المهني يكتسب حسب حاجيات كل ولايه. من اهل الولايه ربما. كل ولايه مستقله. يخرج تنافس ايجابي من الولايات. هذا نجاح في المغرب الاكاديميه التعليميه لانه يقلص التفاوت اللي بين الولايات. تصبر ولايه وتصبر مناطق فيها مدارس مكتظه، تصبر مناطق فيها مدارس ما فيها مدارس. والله مدارس فيها نسبه قليله. التوازن بين الجهات في موريتانيا وبين الولايات لا بد أن تخلقوا أكاديميات، ويمكن أكاديميات تتنافس تنافس إيجابي، وتتم الدولة حسب المجلس الجوي وحسب النواب البرلمان وحسب الحكومة وحسب البرامج التعاقدية تخلص كل ولاية وين هو نقص المعلمين وهو نقص الأساتذة وهو نقص الدور البنى التحتية. ياك المعلم مثلا في التنازل والله الأستاذ يتحول لا من واد الناقة لبوتريميت الكربنسي الركيز الرسو قال باقي تحب بعض ومكتتب لهذه الولاية، ما هو يجلس ولاية أخرى ولا أكاديمية أخرى يستقال ويترشح لأكاديمية أخرى. هذا لا عدم استيطان للمعلم الأساتذة ويحد من حد قاع منه ما هو تغرب من الضغط للولايات الكبرى كنت ماكش الوالد
يجبر فيه المعلمين والاساتذه والتعليم فيه. ماذا عن المقاربه المتعلقه بالتعليم؟ ماذا عن المقاربه؟ انا ما توي تعليم مثلا فهم المدارس امتياز اعادت نوع من الاحترام والتقدير للنظام الرسمي، هذا واقع. في رايي لا تعدل قال المدارس النموذجيه تراكمات الاخطاء الماضيه خذت نسب من الاطفال تخطاوا سنة تدرس، ابناء الفقراء طبقات الهشة الناس اللي ما عندها امكانيات، ان هاي الناس تماما يا تعدل شيء قالوا مدارس نموذجيه ركز فيها اكثر لين يستعادوا البرنامج اللي التحقوا وبزملائهم اللي في المدارس النظاميه اللي احسن، ولا بد من استرجاع، لا بد من التركيز في المناطق اللي فيها الفقر. هذه المدارس النموذجيه مع مدارس امتياز مع اعاده اعتبار التعليم الرسمي في راينا تحل من مشكله التعليم. مشكله التعليم هي تنحل، انا بالنسبه لي 90% من المشاكل حل، لان الثروه البشريه الحقيقيه هي التعليم، استثمار في التعليم. بالنسبه للصحه، الصحه مشكله مطروحه مرتين، وفكره عندنا فكره نشحت في امريكا الجنوبيه قال الصحه للجميع. احنا عندنا موريتان 1,100,000 في القوة النشطة، خلق 150 إلى 180 تستقل في لا فونكسيون بوبليك، الجيش، الشرطة، معلمين، أساتذة، وعندنا قالوا كرام. الباقي 80% منهم تستقل قالوا القطاع غير مصنف انفورمال، وخارجة 12% اللي حسب إحصائيات البنك الدولي 150 إلى 200 في البطالة وياسر في الشباب. هذا الشباب هذاك الناس اللي تستقل بيصير يجبر تأمين صحي. الفكرة اللي عندنا اللي نشرت في الدول وكوت ديفوار مثلا يعدلوها هي والجزائر والسنغال، يعدلوا صندوق التأمين الصحي موازي لكرام، كل حد يدفع فيه 15,000 ريال يجبر فيه الضمان الصحي اللي هو لأسرته والأطفال. إذا الإسقاطات اللي عندنا هو وكرام اللي 7 مليارات لا يجي يكونوا قريبين من 11 إلى 10 مليار روبية، يضيف إلى 7 لا يجي 15 مليار روبية حاصلة من الناس اللي مشاركة عن رؤوسهم وحاصلة من الناس اللي مشاركة بكم مشتركة، يبقوا الفقراء المعدومين. البلديات تعدل تحقيق كل حد يكون قاطع بلديتهم وتدفع عنه يكون رسوم في صندوق، إذا وصلنا 20 مليار سنويا تدخل قطاع الصحة. هاي لا يتوفر معدات ولا يتساعد في الرقية في قطاع الصحة. وبالنسبة لنا قالوا الصحة للجميع هو برنامج اللي عندنا في الحزب وندافعوا عنه وشرحناه وجاب رئاسة بالقبول. لا أمثلة أمثلة أعطيك آفاق أعطيك أعطيك آفاق أعطيك. ونحن حزب أفكار بياسر من الدكاترة الأساتذة والمفكرين يطرحوا حسب الافكار اللي نجحت في الدول اللي تتشابه معنا مجربه نطرحوها بنجحنا نقدر متوقعين نشتغل فيها نقدر نطبقوها ان شاء الله نلعب بها مره ثانيه وتتداول في التعاطي السياسي كافكار وكاقتراحات. اعطيك مثال كمثال مطروح هاي السنه، هاي قضيه الحيوان الجفاف. احنا عندنا ما يزيد ال 20 مليون راس من الحيوان، وعندنا من 69 كل السنين 4 سنين تتكرر قضية الجفاف من عام الحمار. وأنا أتذكر بال 2008 عدلنا برنامج تدخل خاص 49 مليار، جات 2011 عدلنا برنامج 69 مليار وزاد قاع 10 مليارات نتيجة لباتيك أمل. دي السنة جا برنامج مالتنا قيم اللي نسكن فيه. دوك هاي القضية اللي نزمية لابد أن نطرح لها حل، ما نقول دائما حالة استثنائية. في رأينا في الحزب بعدين قالوا قرض الحيوان عبارة عن بنك يشاركوا فيه الحيوان تامن منمين تامن كذا حسب الحيوان اللي عنده، ويستثمر هذا البنك بدعم من الدولة اللي قالوا مصانع العلف مع توفير الطاقة اللي متوقعة في السنوات القادمة في مصانع العلف كي تركب الكنتان اللي يعدل كوت ديفوار ومالي يعدل مصانع يعود الناس اللي مهمية عندها بنك يشتغل لكدي يستفيد منه في وقت وقت الصعب. سيد رئيس ياك عود ياك عود فاصل قصير ثم ياك 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 الفكرة ياك تعود في محل مستديم ما تبدأ من حول استثنائية الدولة الأولية وشو ما عدتون وشو ما عدتون هذا مكلف دافع الضرائب
وخالق مشكلة. شكرا جزيلا لكم سيد الرئيس. ربما سنعود بشيء من التفصيل لهذه الجزئيات فيما يتعلق بموضوع الجفاف والعلف في موريتانيا، على ضوء ما قلتم بأنه الجفاف الذي ضرب موريتانيا السبعينات وضربها اليوم حتى بعد تأخر تساقطات المطرية. مشاهدينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد الانتخابي. أهلا بكم من جديد مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد الانتخابي. السيد الرئيس، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مقترحات وحلول ناجعة لمشكلة التعليم والصحة، وقدمتم أيضا رؤية وطرح فيما يتعلق بمشكل الأعلاف ومشكل التنمية الحيوانية في موريتانيا. استكمالا لهذه الفكرة استكمال هذه الفكرة هو أن يعد لقال ميتشل التعاوني والقرض الزراعي الحيواني والبنك يعد الحلول مستديمة، يعود المنميين مشاركين فيها، الدولة الراعية تدعم هذا البنك وتطرح فيه الأموال ويطرح فيه المستثمرين في قطاع الزراعة في قطاع الحيواني. ياك يعدوا مصانع اللحوم، ياك يستخدموا توفير الطاقة المتوقعة في السنوات القادمة، ياك يساعدوا في مصانع الأعلاف. لا تعد الحلول مستديمة وتعطي قيمة مضافة لهذه الثروة اللي عندنا. لأن تبدأ لك المرة يجي جباب وعاد في ضغط لدافع الضرائب، لأن جزء من ميزانيته 40% من ميزانيته 40% تمشي بهذا ولا في محل مستديم. المشاكل التي تتكرر لابد له ذلك الحل مستديم. هذا مستوى الزراعة. المستوى الصيد، لأن نعتبر الزراعة ثروة حيوانية، والصيد والزراعة هاي ثروات تعد فيها أفكار زين. نحن في الصيد عندنا قوة اصطياد 1,100,000 طن من السمك، مع نسبة الشغيلة فينا ما تحقق لنا. المغرب والسنغال لحنا دول مجاورة أقل منا. راجع لماذا؟ 600,000 المغرب تشغل و 150,000 السنغال. راجع عدة عوام وأخطاء تراكبت كثير. في رأينا احنا في الحزب أن لابد تعد البنية التحتية في الموانئ تكثر. عاد وقع وقع جاكو قبيلات بورتين قبيلاتهم يزادوا البنية التحتية. من قاعد تعدل قالوا التكوين في الصيادين، يعني احنا ما لنا ثقافة صيادين ما عندنا. لابد من تعدل المدارس ولو تحت رعاية كيت الهندسة العسكرية والله البحرية اللي تابع الجيش، يكونوا صيادين ياك بالشباب من العاطل على العمل ياك يعالجوا دي الحاجة اللي تخرج في الصيادين. في رأيي يركزوا القيمة المضافة لو تخلق فرص عمل وتخلق قيمة للصيد اللي عندنا، بدل يعود يدخل 40 مليار 50 مليار سنويا من بيع الأجانب، وهذا مهم ومهم في الميزانية لأن معاملة صعبة. يغير أهم قيمته يدخل فيه قيمة مضافة، يشغل الناس ويدخل فيه استثمار ويعود يحل مشكلة البطالة اللي مشكلة بطالة حضرتها. هذا بالنسبة للصيد. بالنسبة للزراعة اللي عندنا في الشمامة عندنا 120,000 هكتار زراعة، احنا مستصلحين لله 14 في رأينا، ورأي الدولة بجميع أنظمتها
نفقت مئات مئات من الجارات بجميع الأنظمة بالنظام والنظام السابق والنظام السابق. يقال كان سياسة للأسف ما نجحت عدة عوام. بالنسبة لنا العامل الجوهري فيها هو أن الأموال اللي دارت ما قاست المزارعين حتى مثل هاي وكالة تشغيل تبع واحد ما عنده علاقة بالزراعة ولا عنده تخزر يقول هاك مش عنده بزراعة قلت نجح وقلت فشل بينما تبع مزارع وتبع حد معدل نص الزراعة ولا معدل معاهدة الزراعة ولا تقدم تكوين في الزراعة اللي يستقطب ويتفهم عايزك تمولين تمولين ياك يستقل هناك عبثية هناك عدم هناك أوراق دراسات يقدر تطبيقها يكون ما هو ما هو ما هو ما هو متتابع وبالتالي تكون نتائج إيجابية. وفي نفس الوقت الاستثمارات اللي جميل جدا السيد الرئيس ربما أسهبنا قليلا فيها أنت قلت وسويت عن البرنامج الانتخابي طبعاً برنامج متكامل في جميع الميادي ولا في وزارة الله في بداية وزارة التشغيل والشباب لكن الوقت التشغيل والاقتصاد الريعي شو اقتصاد انتاجي. السيد الرئيس السيد الرئيس ما هو موقفكم في حزب في حزب في الحزب عن من المأمورية الثالثة التي كثر الحديث والبغض عنها في المعارضة وحتى في الموالاة إذا أسفرت النتائج النيابية عن أغلبية في البرلمان لصالح الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية ما يمكن ربما من تعديل المواد الدستورية شو المتعلقة بالمأمورية القضية قد طرحت تطرح هو المسؤول الأول هو رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز وقال أنه ما هو خايف أنه ما هو معدل المواد الثالثة بالنسبة لي قضية ماذا تطرح يعود الناس اللي الشخص المتهم به كانوا ما معدلها يعني ما يطرح ما لا تتوقعون سيناريو الأغلبية في البرلمان قالوا الصلاة ما تصلس وقتها يا غير بعد هل هو مطروح يعني ما مقبول نسبيا مقبول وقع فات مقبول وما فهم شيء شيء ما مخالف الشريعة بالنسبة لي مقبول بعد قاعد طمنت هو الوحيد اللي ما مقبول أنت مخالف الشريعة إسلامي ما عداك بالنسبة لي مقبول ولا فهم شيء محظور ما دامت محظور بالنسبة لي حد من أساس الشريعة الإسلامي مع ذلك قابل للتعاطي وقابل لشد الأخبار وشد إيجابيات وسلبيات قال القضية ما هي مطروحة بالتالي نقاش قضية ما هي مطروحة نوع من خلق مشكلة ما هي مطروحة بالنسبة لي أنا مطروحة أنت تطرح تقول في رأي والحزب دون أخشوك في رأي وبالنسبة له قضية كانت قضية الوطن فرط تطرح ولا فهم شيء أكبر من قدر وده واضح كل شيء قابل نقاش. السيد الرئيس هناك اتهام يتهمكم البعض به يتهم به الحزب الأحرى هل حقا تم شراء حزب التحالف الوطني الديمقراطي فصار في صفوف الأغلبية وما طبيعة العلاقة بين الحزب وقطب أحزاب الأغلبية من جهة وطبيعة العلاقة بين شخصكم السيد الرئيس الدكتور محمد يعقوب اللمين وشخص رئيس الجمهورية السيد محمد العطف عزيز هاي الصحارة الصحارة الماضية نحن حزب التحالف الوطني الديمقراطي حزب وسطي رأينا ان موريتانيا هاي عنده ياسر العوامل السوسيولوجيه ان الديمقراطيه بدات 90 91 مع الانتخابات الرئاسيه وتمركز تحول الرئيس الرؤساء اللي نجح وما نجح بالنسبه لي اهتمام بمنصب الرئيس والتركيز للرئيس معايا ولا ضدي من 90 من هذا اخل بالديمقراطيه والديمقراطيه هي كتبت لا تبني مؤسسات معناها تبني مؤسسات برلمانية مؤسسات قضائية سياسية مؤسسات سياسية تجعلي هي الديمقراطية يعطيك مثال مثال الدولتين تونس وليبيا تونس كانت فيها مؤسسات لقيت فيها ثورة الديمقراطية جات صالحة ليبيا ما كانت فيها مؤسسات هي خلقت الثورة شغلت خلق الضياع عمل الفساد خلق الضياع من نحن كدولة باعين في رأينا تخموا أكثر بناء مؤسسات. مين يبني مؤسساتها؟ هي لا تضمن لا هي لا تضمن القضاء، هي لا تضمن العدالة الاجتماعية والعدالة بين المواطنين، هي تضمن حقوق المواطن، هي لا تضمن هيئة البرلمان، هي تضمن هيئة الصحافة، الإدارات، في مؤسسات قوية. الديمقراطية ساعة تجي سلسة مع بناء طبقة متوسطة. هي تعود لبر لعملية تختزل الشخص معاه ولا ضده ولا نبقي ولا نبقي تعود ما هي الحل بالنسبة لي والله بالنسبة لي في الدول الإفريقية
أضاعت ياس من الفرص فيها. ما هي مرتين حدا يركزوا الأشخاص بدل بناء المؤسسات اللي هو بالنسبة لي جاء تركزوا عليه نحن بعد في الحزب. وأي حوار وأي تفكير يقوي وعزز المؤسسات بالنسبة لنا فرصة يعطينا عزز فيها من المؤسسات، ولكن اللي يجبرنا بالضغطية نكسبه ونطالب أكثر وهكذا الأمور تمشي مراحل. هذا الشق هون علاقة بالأغلبية. الأغلبية قلت لك اللي تحالف مع حزب الفضيلة وتحالف مع حزب الرفاه اللي من الأحزاب الأغلبية، وكنت معي بعض ضد تحالف مع حزب الاتحاد الجمهوري اللي بيار في شي المناطق، هو ما عرضه لي وأنا ما عرضت عليه. قال بعد أنا ما كنت قد لا كان قد لا تخد كانت مطروحة ما كانت مطروحة، هو ما عرضه وأنا ما طرحته. قال لو كانت طرحت كانت قد تخد مقبولة بالنسبة لي مقبولة من حيث المبدأ مقبولة وبالنسبة لي قلت لك إنه وقت ما فهم أغلبية لا فهم معارضة، وقت فهم أحزاب سياسية فهم أفكار فهم مشاريع تطرح للناخب ونتائج الانتخابات تشكل من أغلبية وتشكل من معارضة. أغلبية اللي كشفت أكثر نواب ومعارضة اللي جبرت أقل في النواب وتتحاربات لا تخرج لا تفوز على نتائج الانتخابات وتخرج هيئات كيف مؤسسة المعارضة كيف الوزير الأول رئيس الحكومة تعاطي سياسي شاب ما يفهم من الشرائي. وقلت أنا قاعد أنا ما هي أغلبية أنا معارضة قدير مطروحة يشتري مين أنا في توقعاتي الصبح قلت لهم الأغلبية راجل الصبح ينجح والاتحاد اللي نجح بعد الأغلبية ونحكم مرتين يعني. هي من أهداف المشروع السياسي عندنا. ما هي علاقتكم بالشخص رئيس الجمهورية؟ محمد عبد العزيز التقيت به عدة مرات، لاحظت كانت عندي عن انطباع خاطئ يا أخي معك أمين أنه عسكري روح العسكرية روح العسكرية وروح الجدية وأنه كنت عندي عن انطباع وشوف فترة فترة معه التقيت به لاحظت فيه التواضع والبساطة هذيك الخصال أنا احترمها وقدرها وناقشت معه مواضيع في الحوار، ولكن ناقشت معه الأمانة التزم به في الحوار ودافع عنه وحقه حتى المجلس الشيوخ اللي رفض مشوا قادة الحملة إياك يتحقق نتائج الحوار، وهذا بالنسبة لي إيجابي يذكر فيشكر. وكانت دعوتكم أيضا لاحقا ل لتمرير نتائج أنا الحوار شاركت فيه دور المر من أهدافي كان فيه اسم الأفكار اللي عندي نبقيها تمر ومنها بعد إلغاء مجلس الشيوخ وطرحت 6 أشهر قبل البداية في الحوار ووجه حولها الحمد المستوى الشديد في وجه حولها. سيد الرئيس هل تتوقعون أن يحقق الحزب نسبة 1% من مجموع الأصوات المعبر عنها؟ أعود وأطرح هذا السؤال كي لا يجد نفسه خارج السرب. يعني شو توقعكم شتحنا حزب ناشر الناس اللي تعاطى السياسة واللي تفهم في السياسة واللي عندها تجربة في السياسة وعندها في السياسة قضية ما يطرحها عندها يتعلم يعني الناخب لأن الحزب موجود في عدة مناطق مرتين وعندنا فاعلين وعندنا قادة رأي وعندنا مشروع فيه قلت لك أساتذة ودكاترة جامعيين وسفراء ووزراء ونواب وعمد سابقين وفي التفاعل حنا خرصنا في الأحزاب الخمسة والأربعة الأولى خرصنا كنا كانت نسبة 3% 4% 5% نسبة 1% نوع من التقزيم من طرفكم اللي أنا ما نقبله ولا نجيب عليه وصادق اقتراع الصح صادق اقتراع الصح صادق اقتراع الصح دور يجاوبه إن شاء الله. سيد الرئيس لا أقول موقف أنا أطرح سؤال فرضية أنا فرضية قضية التقزيم أنا من ذلك أنا كنت قريته ولا ما قريته أنا في نوع من ما القضية ليس تقزيما لا التقزيم أنا لا أعتذر قابل اعتذار كل قائد السؤال طرحته مرات ولا ما طرح حنا خلصنا هلاهين 40 وراجعين قاعد عند فلان قال الله مالك الملك تتم كما تشاء ان الصح العدد عند الغربي عند الله عز وجل ما عند اي شخص يعطيه الله ودانا ونحن نسبي له ولا بقيتوا انتوا ولا بقيتوا ولا بقى واحد ولا ما بقاوا ما يتحكموا فيه يتحكم فيه الناخب الموريتاني والمواطن الموريتاني عنده مشروع سياسي متكامل وطالب الموريتاني صوتوا له وتوقعاتنا وطرحنا السياسي وتجربتنا متواضعة موقعين في الأنهار. قبل قليل بأن مشروعكم السياسي تفهمه النخبة السياسية وتفهمه العامة وتفهمه الباطنة بالنسبة للمرتاحية الذكية والناس وعادة مقزمة الناخب لا مقزم لا أقزم الناخب احترموا وقدروا وتكلموا بعقلانية وتكلموا بأرقام واضحة بصراحة ولا نتلعب بعواطف الناخب المرتاحية فيه من الذكاء وفيه من الفضل يعني المشروع السياسي مشروع جديد بياسم الأفكار بياسم الأطروحات اللي قد تساعد بناء دولته بناء مؤسساته بناء ديمقراطيته
وثم واحدين ضرب تم يقزمه وضرب تم يضرب بدون يجي هذا حزيب صغير طاري وهذا مشتارشهم وضيع كان يزر واحد مين هاي أمياتهم صحة لفين قال الواقع الآخر ولا من ناحية العلمية مدى طرحت 100 بلدية أكثر من 100 بلدية أكثر من 100 بلدية عندها 100 صوت في كل بلدية جاءت 10,000 فوق واحد مين من وين أخذ عملية عملية ليست واحد كم عملية واحد مين مليون كم واحد مين مليون كم واحد مين كم من واحد مين 10,000 10,000 100% يجيك 10,000 ما حد اتكلم معك دكتور في الرياضيات طبعا 10,000 ياخذ معناها 100% حطها 100 بلديه كل بلديه زادت 100 صوت يعطيك 10,000 هاي اللي لمس استبيدي صوت راس وهذه وقال هاي قضيه بين مطرحها حد يطرحها يقترحها يطرحها وتم الاعداد يكررها يقال بعد انا ارى فيه نوع من من من, من التحامل ولي قابله سيد الرئيس انا اعتذر عن طرح هذا السؤال ان كان يعني كان مستفزا بالنسبه لكم مستفز بعد في قدم في قدم عدم التقدير يقرر سياسيا صبر كل شيء ما بعد صافر عموما انا اعتذر عن لا 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 مثلا لم اشحنه او لم اضع في هذه الشحنه يعني عن قصد تكررت مرات ما تروح تقول انا اطرح سؤال شكرا عموما شكرا جزيلا سيدا الرئيس رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي أعود وصحح التحالف الوطني الديمقراطي سيد الرئيس الدكتور يعقوب لومين شكرا جزيلا لكم على رحابة الصدر وشكرا على قبول الدعوة سنختم هذه الحلقة لأن الوقت المخصص لها انتهى أعتذر مرة أخرى ما في مشكلة لا أريد تقزيم الحزب ما تعليت القضية لا يطرحها وتخطاها انا تبي لا تتطور ما في بداية تبي تتطور كان كتبت عندها ما في بداية خطاها من يطرحها خطاها قش طرح سؤال والله اختم برنامج نحن وطالب انا منك وطالب من اي حد يعد البرنامج يحضر تحضر جيد يبال معلومات عن اللي يعيط شكرا جزيلا لدي كامل معلومات عن شخصكم الكريم لا اجهلكم شكرا جزيلا على قبول الدعوه وشكرا ايضا لمشاهدي قناه المرابطون في كل مكان إلى أن تجمعنا حلقة قادمة من برنامج المشهد الانتخابي تقبلوا تحيات فريق العمل والسلام عليكم.